على بعد أمتار قليلة من مياه الخليج الدافئة، يرقص الإبداع بأبعاده الثلاثة على وقع موسيقى أمواج شاطئ لامير في دبي، ليجسد هذا التجانس لوحة جمالية ترسم حوافها أنامل فنانين نصبوا أشرعة الإبداع وأبحروا بعيداً في مخيلتهم. قد استوحيت هذه الرسمة من الأدوات التي تستخدم لرسم لوحة كهذه، فطريقة عملي تلك الأدوات مشابهة جدا لسنارة صيد الأسماك عندما تسحب السمك من الماء، وذلك يذكرني بطفولتي عندما كنت أذهب لصيد الأسماك مع أبي. تتجسد إبداعات الفنانين هنا بشكل غير تقليدي، فكل اللوحات تضفي على الكرنفال رونقاً ربيعياً ممزوجاً بأنفاس الصباح. استوحينا لوحتنا تراثية الأبعاد بمقولة الشيخ زايد، اللي ما له ماضي ما له حاضر. حطينا فيها أبرز المعالم اللي أول ما طلعت دبي، اللي مثل برج راشد ورات وبرج خليفة. وإحنا سبع فنانات طالبات في الجامعة اشتغلنا في هاللوحة. مهرجان دبي كانفاس يترجم مشاعر الفنانين لواقع، ويتيح لهم فرصة التحرر بمختلف أنواع الفن، ليعبر كل فنان وكل محب للفن عن ذلك الحب بطريقته. فمن أراد أن يتعلم له الفرصة، ومن أراد أن يستعرض عمله، فهنا المكان الأمثل. يسعى دبي كانفاس لنشر ثقافة الإبداع باعتماده على فنون الإبهار البصري، حيث أن مدينة دبي حاضنة للإبداع الذي يعد جسراً لتواصل الشعوب والثقافات المختلفة. ندى علي، العين الإخبارية.